미로 도커 제이 메이드 랩 모드 اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رو توك، معاكم رومي. والنهارده هنتكلم عن AB كرامات لموسكو. الحلقه دي تعتبر فلاش باك شويه، ان احنا راجعين نتكلم عن حاجه معموله بقى لها فتره، وغالبا هيبقى فيه تايب من الفيديوز كده فلاش باك بنلحق فيه حاجات فاتتنا، ولكن هي تستاهل اننا نتكلم عنها. ومن غير ما نطول يلا بينا نخش في الموضوع. الAB 4 تراكات، هناخدهم واحد ورا التاني على حسب ترتيب النزول. واول تراك نزل كان 2016. حماسة شدتني ان وسطك وادلك جامد بوجود الادلة، بدأت في سنين بعدت وبعدت رغم اني قادر ان ازلك. البورز اللي في الانترو قبل دخول الدرمز جامدة، بتخليك تهيب بانج كده مع تكنيك الفلو والرص على البيت، وبتبدأ انك تخبط دماغك مع اول كيك بتدخل، ودي حاجة لازم ندي ريسبكت ليها لتي سموك من داكا ستوديو، لان هو البروديوسر واحنا كنا محتاجين حاجة اولد سكول في الجو ده. كميت كله ورا ظهري، سبت المزيكا وركزت في علامي، صاحبتي كانت شايلة همي اني شهر ما تبقاش مدامي. اوكي تعالوا نتكلم على الليركس شويه. واول بارين زي ما سمعتهم كده عجبتني اللعبه المره دي، ان هي مقلوبه شويه. يعني هتلاقي عندك مروان بابلو مثلا كان بيتكلم في فكره انه رمى العلام عشان المزيكا، وهتلاقي ويجز بيقول لك سلك في الدنيا وما سلكش في العلام. لكن هنا موسكو مختلف، لان هو ساب المزيكا وركز في العلام. وخد بالك ان التراك 2016، يعني ممكن يكون بيتكلم عن الفتره الزمنيه دي، ما يتقاليش ان هو بيتكلم عن الوقت الحالي. البار التاني ده انا مش عارف هو في صالح صاحبته ولا ضدها بصراحة. يعني مثلا فارس كاتب في السكريبت ان هو كده بيديها ريسبكت ان هي كانت مركزة في نجاحه اللي هي بتسبورت هم، لكن انا كنت شايف البار ان هي مركزة ان هي عايزة يتشهر عشان هي مهتمة بالشهرة، مش فرق معاه ان هما يتجوزوا او فرق معاه ان هما يبقوا علاقتهم الحياتية جيدة، هي فرق معاه الشهرة والفلوس والكلام ده. ومع ان المعنى بتاعي اولى، ولكن فارس استشهد بتراك قداس وقال لي صاحبتي بتشكي مش بتنكد. فهمتوا اللعبة؟ شفتها للتربة دي فيها نترمي، قبلها بسنين هترمي عريش، انت حابب تبقى فيها من عيني بس انا مختلف عنك انت ريح. استغلال هنا فكرة ان كده كده هنترمي في التربة في الاخر، ولكن هو بيقول لك ان انا قبلها هترمي عريش، اللي هو في استغلال لفكرة هترمي هنا وهترمي هنا، وعريش مقصود بيها ان انا هترمي هبقى غني او كده. والبار التاني حاسس فيه بمعنى تحنيكي شوية، ولكن اللي هو حابب تبقى فيها من حيني. من حيني دي معناها ان انت ظهرك متبهدل او متني، فاهم؟ اللي هو من كتر التعب والاجهاد او ان انت متبهدل. لكن اللي نام عريش ظهره مش هيبقى من حيني، فاهمني؟ فهو بيقول لك ان انا هبقى مختلف وانت ري دي طبعا بتاعت الميمز اللي هي المشهوره ان انت بتقلد. همي كان عيلتي وكان نظره الناس، قفلت في دماغي وضربت ترباس، تهديد ان اخسرك تهديد ان الداس، تعبيري مقصله ومكسبي بالكاس. هنلاحظ هنا استخدامه لفعل الماضي، همي كان عيلتي، وده غالبا بياكد فكره ان التراك بيتكلم عن فتره 2016، وكان موسكو بيشرح دلوقتي فترة موسكو من 4 سنين، وده تقريبا قبل ما يبقى اسمه موسكو. بيتكلم عن اللي كان شاغل باله ساعتها، فكرة ان انت هتجيب الشهادة وبعد كده تركنها وتقعد على قهوة تلعب طاولة وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده، وان هو صد كل الكلام ده واتجه في الاتجاه اللي هو كان حب. وقتك بالليل زي يومي بالكامل، تفكير في تفكير وانا بين البنين، عادي اتقدرت وعرفنا نتعامل، عفسك اتكسرني وانا وانت سيم. تفكيرك بالليل اللي هو مقصود بيها الاوفر ثينكينج او الترندي، ان المشهور ان الاوفر ثينكينج بيجي بعد 12، كان هو بيتكلم في ان هو بيجيله طول اليوم، وبصراحة انا حاسس الموضوع ده قوي لان انا عايش في النقطة دي. وبيتكلم عن ان هو كدره وكده، بس هو عدى مني من الزمن، رمي البطل ديري فيه، شايف هدف وانا ماشي ما بحيد من زمن، والفنز طولة ما بحيد، حالي فيني هفضل فيها ما هغيب. هو كده بينهي التراك، بيتكلم عن فكرة انه حط قدامه هدف اللي هو عايز يوصل له من الراب، مش فارقة معاه الفنز الممحونين او كده، وانه مش هيسيب السكة دي ولا يغيب عنها وهيفضل للراب. البيت عجبني جدا، واي حد يعني اولد سكول هيد هيفهم انا قصدي ايه، لانه بيخليني غصب عني عمال هيد بانج طول الوقت، وبيتهيألي دي احسن مره اسمع فيها موسكو على بوم باب بصراحه. يمكن العيب الوحيد اللي كان في التراك هو الميكس والماستر، انا مش عارف هما تقريبا كانوا بيحاولوا يجربوا حاجه جديده، لان راكا ستوديو عامه الريكورد بتاعهم حلو، بس تراك فيه حاجه غريبه كان في ريفرب على الباك ابس او على المين فوكال مش عارف. بس عامه الاولد سكول البوم باب معروف ان الصوت بيبقى مكتوم شويه، انا حسيت ان الموضوع مش مريح، يعني انا مش مرتاح. وكان في اكتر من حد علق على فكره الميكس والماستر، فمن الواضح ان هي مش مشكله عندي بس، يمكن دي لو كانت اتظبطت شويه من غير مغامره كان الموضوع هيطلع اجمد كتير. وتعالوا نخش على التراك اللي بعده، تراك نوش.
سبق سبق فرقوا الجم هنا كلاش وهنا تقطم حبة زرقة فيها تقطم حملة بمصر حفلة في الأقصر. اوكي نوش هو تاني تراك نزل. التراك تقدروا تصنفوه دريل ودي الموجة الجديدة المتعرف عليها دلوقتي زي ما اتفقنا في الحلقات اللي فاتت. الله يرحمك يا عم بوب سموك ويبشبش الروك اللي تحت راسك. اوكي هل موسكو نجح في الطيب ده؟ خلينا نسمع. ليكوا الشرف ليكوا زوجتم نوش نوش هنا نحكم بلوة تيجي فتسقكم فيش اخويا بس فتقصكم. الفلو سيمبل بس لطيف. في العادي اللعبة في التراكات اللي زي كده بتعتمد على التكنيكس واللعبة اكتر من الليركس، ولكن الليركس هنا مش قليلة لان في يور بلايز كتير خدت بالي منها. وتعالوا نتكلم عن الباز شوية. ودي ودي لايك ريس لعبنا داير بس تكتيم لابس نايك للبيس عارف انا بطولي تكتيم. اوكي اللي هو ان احنا بنجري وكأننا في سباق ولابسين الجزم النايكي اللي هي بترمز للراب بطريقة ما، في نفس الوقت برضو الرياضة، في نفس الوقت بنلعب في الدرة، وفي الاخر بيختمها بان الوحدي تاك تيم اللي هو انا الوحدي اقوم بفريق كامل او اقوم بحملة. ولور بلاي كان ما بين تاك تيم وتاك تيم وده كان صايع بصراحة. بيجي نودي فاتفار توم كي او لك تون تون فادي ملعب اتحر فن خلصة بينا لك تون تون. الرايم سكيم هنا جامد علق معايا بصراحة. مفيش حتة مترطح بس هنا جديد مفيش عادل هنا جديد مفيش عادل. استنتجت من الجملة ان هو بيرمي على حد اسمه عادل شديد، فدخلت عملت سيرش على الاسم ولقيت ان عادل شديد هو باحث فلسطيني متخصص بالشأن الاسرائيلي. ولو خدت بالكم من البارات اللي فاتت هو بيتكلم عن حاجات في الاتجاه السياسي ده، بس هو مش سياسي او مقصود التشبيه منها مش مقصود ان هو يتكلم في السياسة فاهمني. والفكرة برضو من الورد بلاي على الاسم فكرة ان هو عادل من العدل وشديد في نفس الوقت اللي هو هنا في شدة لكن مفيش عدل. دورها واكسب قفلات اوصل لليفل ينس اللي فات ربك وحيد العالم في سماه انتوا اخركم نوش كيبوردات. برضه لا قوي على الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي فكرة اللي هو النكش في الستوريز وعلى النكت وردود الفانز نفسهم في الكومنتات ورغيهم كله على السوشيال ميديا اللي هم في الاخر في الشارع مفيش فهم نوش او اي كلام من الاخر. جوه الشارع واكشت جوه دماغه تلقانيش جوه دماغي تلقانيش. البار هنا صايع فكرة ان هو جوه دماغه هتلاقي نيش. نيش ده اللي هو الدولاب الجميل اللي ممكن تلاقي شكله حلو جدا ولكن ملوش اي 30 لازمة ملوش اي استخدام وقديم ومطرب ومتبهدل، فهو جوه دماغه هتلاقي الشيء ده وجوه دماغي تلقانيش بقى. طبقا للتحنيكة اللي جف في دماغنا هنا فكرة اللي هو ما تلقانيش اللي هو انت اصلا مش هتقدر توصل فاهمني، اللي هو هتوصل هناك مش هتلاقيني اصلا. انا بالكلام مش بلين نعدي بخمسة سنتي في كمين. اوكي البار هنا الفكرة منه التفاخر فكرة 5 سنتي اللي هو مخدرات وكده تعدي بيها من وسط الكمين وبتاع. عالجك واحرق فيك بتادين هنوزع على روحك كتامين. فكرة البتادين حلوة اللي هو بتحرقك في نفس الوقت هي بتعالجك لان هي بتطهر الجرح. هنوزع على روحك كتامين بقى اللي هو فليكس كده اللي هو بدل ما هنوزع على روحك قرص او كده هنوزع كتامين اللي هو مخدرات وبتاع. انت فترتك زي عمر النجدي اخرك مقصة وانا اخري مدريد لا اسن وقطع لك وريد. عمر النجدي زي ما فارس كاتب كده ده مهاجم مغربي بيلعب في مصر المقصة في الدوري المصري، فهو بيقول له انت اخرك مقصة وانا ريال مدريد يعني فاهمني، اللي هو بدون تقليل طبعا من مصر المقصة فريق عظيم ما اعرفش ايه الفريق ده اصلا ماليش في الكوره. دماغي سايحه خالص كل مره شعري لون مره تشوفني اخضر ازرق مره جايه حمرا بول. اوكي موضوع الشعر اللي كان عامله في كليب دوخه الناس كانت متضايقه منه فكره ان هو شبه اللي كان عامله ويجز، ما تعرفش هو هنا بيرد عليهم ولا هو كاتب البرده من قبلها اصلا. لو خدتوا بالكم في الكليب كان اخضر وفي بوستر الاي بي هنا ازرق، المره الجايه حمرا بول حمرا اللي هي ريد بول فاهمني. وبرضه ما تعرفش هو قصده ريد بول اللي هو المشروب ولا قصده السور الاحمر اللي هو معنى الكلمه وحتى اللوجو بتاع ريد بول لو خدتوا بالكم منه. ودي البارز اللي عجبتني وشدتني في التراك. التراك هنا من انتاج راشد، وراشد مؤخرا هو من اكتر الناس اللي مندمجه مع فكره الدريل او المزيكا دي عامه. وبالمناسبه انا كنت اوريدي سمعت التراك ده لما نزل على التشانل عند راشد الاول وحسيته صايع، فلما موسكو نزل عليه حسيت اني سمعته قبل كده فدخلت اتاكدت ولقيته هو نفس البيت فعلا. وبس كده تعالوا نخش على التراك اللي بعده تراك امجد. التراك مكتوب عليه ان هو فيتشر. شفت ناس في الكومنت بتقول ان الشخص اللي اسمه امجد اللي مع موسكو ده صوته شبهه قوي. المشكله ان التراك بتاع موسكو بس، وتقريبا امجد ده تقدروا تقولوا ان هو شخصيه بتغني بطريقه معينه او جزء من التراك موسكو اطلق عليه امجد او الشخصيه اللي بتغني بالطريقه دي هو امجد. تعالوا نخش نتكلم عن التراك شويه. كمل سوادي كمل فريق بحري وجاي
الجري. التراك هنا الستايل بتاعه قريب من دوخة شوية، وعشان ما اكدبش عليكم من رأيي الشخصي انا مش الفيفوريت تايب بالنسبة لي طريقة الغنى بتاعت موسكو، معرفش بس هي مش افضل حاجة بالنسبة لي، انا بحب موسكو هو بيرص اكتر، وده رأيي شخصي عادي جدا ان الناس تختلف معايا عليه وكل واحد وليه ذوقه الخاص. ولكن انت لو سمعت التراك هنا هتحس ان في مجموعة من النقلات في الميكس، في طريقة الغنى، في طريقة الرص. يعني مثلا في الاول كان بيغني كده، وبعد شوية بقى بيرص كده، بعد كمان شوية بقى في شوية افكتس في الصوت عاملة كده، لدرجة ان انا تهت طب مين موسكو، مين امجد، مين ايه يعني، فاهم؟ ابي يوسف مثلا لما بيحب يعمل شخصيات بتلاحظ في فرق، شاهين لما عمل حديث مع الانا كان في فرق برضو، الجوكر لما عمل تراك انفصام كان في فرق ما بين الشخصيتين. بس خلينا متفقين برضو ان الموضوع هنا مختلف شوية، لان التراك شاهين والتراك الجوكر كانوا اتنين ضد بعض، او اللي هو طبيعي ان انا لازم افرق ما بينهم، لكن موسكو هنا هم فيتشر او ممكن ياخدوا نفس اتجاه الكلام نفس الطريقة عامة. كل اللي مداري ربي عالم بيه، لف بينا لف بينا برضو بنلاقيه. ولو هنتكلم شوية، البيت مع صوت موسكو في الاول خطفني، يعني الانترو شرقي بس مع دخلة البيت بيقلب تراب، البيت بتاع كوري هو جزء من تميز هذا التراك. وتعليق على الليركس هي حلوة، فيها تشبيهات حلوة، مش واضحة قوي فكرة الاختلاف ما بين الشخصيتين، وممكن ده يكون حاجة قصدها موسكو، ولكن ده ما يمنعش ان التراك فيه اكتر من فلو حلو ولعبة التغيير عامة حلوة. مش حابب افصص في الليركس قوي، حسيت ان مود التراك يتاخد على بعضه. وتعالوا نخش على التراك الرابع، تراك مقام. جريتو بدل خطوة مية بدل سطوة لية، بسرع مخك انت والشباب وحابب الأزية، عطل اللي يجري جنبي هقطع رجلك من تهية. التراك بيفكرني بقداس جدا، وممكن نعتبره جزء التاني منه، يعني مان ده كان قداس وده مقام، فاهم؟ اللي هو الاثنين واخدين الرمزية الدينية على اديان مختلفة، ما يتهيليش ان المعنى منها ديني برضو، هي الفكرة منها اللي هو احنا لسه في نفس المكان ولكن بلغتين مختلفتين، فاهمني؟ والرصة الاولد سكول على بيت شرقي دي لعبة موسكو عامة، برغم ان الموضوع هنا مختلف شوية، لان انا حسيت بالهاي هاتس بتاعت التراب في الاول والنقلة التراب اللي موجودة في النص التاني من التراك. وهتلاقي ان التراك هنا التوبيك بتاعه هو فعلا قفلة الالبوم، هتلاقيه بيتكلم عن اللي هو حققه خلال الرحلة بتاعته، وفي نفس الوقت فكرة اختيار التايب ده انه يكون القفلة فيوز بتاعته تعتبر من احسن التراكات الاربعة، لانه اخذ التايب المفضل عند جمهور موسكو، فهي كانت لعبة ذكية بالنسبة للجمهور العام. تعالوا نتكلم عن الليركس شوية. ما حبش العقول الجرب، احب اللحم جوسي، زود من سياحة كان على وضعي روسي. الفكرة في البورد عجبتني فكرة استغلال اسمه هنا، لان موسكو روسيا، فهو انا لسه على وضعي جامد، لانه الروسيين معروف عنهم ان هم باردين، بلد عندهم برد، فهم ناس ايه الصياح ما بيأثرش فيهم من الاخر. بعمل اي لون والبيت يسعني، زي السهم طالع مختار دماغ اللي معني. وزي ما قلت لكم التراك ده بيقفل في الاي بي، البار هنا بعمل اي لون والبيت يسعني، وده تقريبا اللي هو وصف الاي بي عامه، فكره ان هو عمل اربع تراكات باربع الوان مختلفه، بيحاول ان هو يقول لك انا بعرف اعمل اي حاجه. شفتك على الطريق رد ثابت خرشه، بره عني اي فيك ماتيريال انا بتاعتي روح. هنا ده البار التاني بنفس فكره استغلال اسم موسكو، وهو بيرد خرشه اللي هي معناها كويس بس بالروسي. والبارات اللي بعدها بيرد على فكره الناس اللي بتقول عليه ان هو فيك، فهو بيقول لك اهو يعني الالبوم ده كله وعملت كل التايبس دي، فازاي فيك؟ دي الماتيريال بتاعتي رو اللي هي خام. سهله جاي من نص المشهد، صعبي اني عكسك، لو حضرت في حفله تبقى راكده وانا الدبشه. هتبقى راكده وانا الدبشه، عارف لما ترمي الدبشه او الطوبه في المايه الراكده فبتحرك المايه الراكده، فاهم؟ انت هتبقى ثابت، انا هبقى الطوبه اللي بتولع الدنيا من الاخر. الحمد لله جارين من اندر ريتد اوفر ريتد، الحمد لله مفيش جمايل انا وكوري ميرت، الحمد لله بذل مجهود، الحمد لله اني جيرت، الحمد لله ما اعرفش حد، الحمد لله اني هيت. اخر كام بار في التراك عجبني قوي فكره اللي هو الحمد لله في شهرين من اندر ريتد لاوفر ريتد، ما بين كنت هنا وفجاه بقيت هنا من غير مساعده اي حد. البار ما فيهوش حاجه ممكن تقول عليها صايعه ليريكلي، بس هو في حماس بطريقة ما، اللي هو فكرة انا اتحولت في شهرين ومن غير مساعدة اي حد، فاهمني؟ مش قادر اصنف احسن تراك في الالبوم، شايف ان كلهم كويسين، كل واحد فيهم ليه طيب مختلف عن التاني، اول سكول تراب ودريل. برافو موسكو على الالبوم، اتمنى اشوف الشغل اللي جاي يكون اقوى وينجح اكتر من كده. وبس كده، كان معاكم رمي حكي، ده ناصور على قناة تراب سين، وسلام.